كريم بس عايز يعلق على القرعه وبعد كده نستعرض الصفقات. لا طبعا اكيد القرعه في وجهه نظري القرعه صعبه، لان كمان مش فكره اتحاد المونستيري السنه اللي فاتت مش بس ان هو طلع تاني ورا الترجي، ده كسب الترجي، يعني كسب الترجي في المرحله الثانيه وعمل معاه مباراه مهمه جدا، وكمان مع نقطه رخمه جدا في الاتحاد المونستيري، ملعبه في المونستير صعب، ملعبه سخيف، ملعبه رخم، عامل كده الناس تفتكر ملعب استاد عجرود في السويس وحتت عاليه. خد بالك ملعب الصفاقسي برضو من الملاعب في الساحليه. معانا صور حصريه للملعب. ملعب صعب جدا، ملعب صعب جدا جدا تلعب عليه، وجماهير جماهير اتحاد المونستيري جماهير كتير، يعني اتحاد المونستيري عنده جماهير مميزه بتقدر تملى الملعب، واحنا عارفين طبعا الاجواء الجماهيريه في تونس دلوقتي خلاص بقت زي زمان، يعني بتروح تلعب وسط 40,000 50,000 الدنيا، يعني الكوره في تونس والمغرب شفنا برضه في المغرب السنه اللي فاتت الدنيا رجعت عادي، مش زي عندنا احنا ساعات نلعب 5,000 ساعات 1,000. فطبعا النادي الاهلي واعتقد في وجهه نظري الاتحاد المونستيري هيعبر الجيش الرواندي بسهوله، لان الاتحاد ده ملعب فعلا، ده ملعب الاتحاد المونستيري، وانا بشوف دايما الارضيه عندهم مشكله، واحنا بنتكلم حاجتين ارضيه بس يعني صلحوها كريم. نعم صلحوها ادام. بص الملعب ده، لا 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 دي بص اللي عامل ايه هنا، ده دي قبل الاصلاح، دي عامل ايه؟ نعم اللعبه دي، او يعني انا اسف الصوره اللي قدامنا دي ايه؟ هو اخد الملعب مدخله لجوه الملعب. أيوه. كان 3 متر لبره اهو. ايوه شايف ولا مش شايف؟ صح. رسمه العلامه البيضاء، رسمه العلامه، ملعب ضيق، الملعب هنا بيضيق الملعب، بيضيق الملعب بالظبط. هو واحده من النقط اللي بتخلي الاتحاد المونستيري في تونس ان هو عنده افضليه في ملعبه على الفرق اللي بتجيله، ان هو بيلعب على ملعب ضيق وبيقدر ان هو يتحكم في ريتم المباراه، والملعب بصراحه ملعب صعب كمان. الملعب خلي بالك يا كابتن اسلام، المدرجات من قريبه للملعب لارض الملعب، ولعيبه الكوره طبعا عارفه ان الحته دي، ان بيبقى الجمهور يعني بيبقى مؤثر بشكل قوي جدا. فان شاء الله طبعا احنا زي ما احمد قال، احنا الخبر لسه متقال من شويه على فتره القيد الافريقي ان هو خلاص هيشاركوا في الدور ال 32 مباشره، هيبقى عندهم مساحه ان هم يأيدوا كل الصفقات. اكيد ممكن في وجهه نظري يعني نادي الزمالك ونادي فيوتشر يبقى عندهم مشكله، لان القيد هيتقفل يوم 16 وماتش الاياب يوم 15، لا هيتقفل يوم 15 وماتش الاياب يوم 16. فدي ممكن تعمل ازمه. اكيد طبعا كلنا كمصريين بنتمنى التوفيق لكل الفرق المصريه في البطوله، واحنا اكيد بقرارنا ان احنا بنكمل ما توقع من الموسم باللعيبه الشباب ان شاء الله باذن الله، باذن الله يبقى مستعدين كويس لبدايه انطلاقتنا باذن الله في دوري ابطال افريقيا.